عناوين الإعلام العالمي والعربي مشغولة بحصاد جولة بومبيو في الشرق الأوسط. الشائعات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي أقالت محافظ البصرة افتراضياً. عناوين صارخة في الإعلام الأمريكي مع تصاعد حدة السباق الانتخابي، وعناوين تكشف عن عودة مشبوهة للقاعدة في اليمن، تغيير في أولويات كورونا بالولايات المتحدة يثير مخاوف واشنطن بوست، والحكم على مرتكب مجزرة المسجدين في نيوزيلندا يعيد الحدث إلى صدارة عناوين الإعلام. وأهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من حديث الميديا. أحداث مختلفة ازدحمت بها عناوين الإعلام خلال الأسبوع، والبداية من الأخبار اللبنانية. تحدثت في مقال لها عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى دمشق، ويأتي الإعلان عن هذه الزيارة بعد ساعات من اختتام قمة ثلاثية عقدت في الأردن وضمت كل من الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والكاظمي. وإلى لبنان، حيث نشرت صحيفة الشرق الأوسط تقريرا عنوانه خريطة الإصلاح الفرنسية في لبنان، وهذه الخطة التي أرسلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى السياسيين اللبنانيين، وتتناول إصلاحات سياسية واقتصادية ضرورية من أجل السماح بتدفق المساعدات الأجنبية وإنقاذ لبنان من انهيار اقتصادي. وتابعت الشرق الأوسط أن الخريطة تحتوي على إجراء تدقيق للبنك المركزي وتشكيل حكومة مؤقتة وانتخابات تشريعية في غضون عام. القدس العربي تابعت التطورات على الحدود اللبنانية الجنوبية، وقرار مجلس الدفاع الأعلى في لبنان رفع شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد الاعتداء الإسرائيلي الأخير على جنوبي لبنان، وهو الاعتداء الذي زعمت إسرائيل أنه جاء ردا على إطلاق نار من الأراضي اللبنانية استهدف قوة للجيش الإسرائيلي. موقع صدى البلد المصرية أبرز خبر إلقاء قوات الأمن القبض على القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام ومسؤول التنظيم الدولي للجماعة بإحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة. ونقل الموقع عن الأجهزة الأمنية المصرية عثورها على أجهزة حاسوب آلي وهواتف محمولة فيها برامج مشفرة. وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذها وكرا للاختباء، على الرغم من الشائعات التي دأبت قيادة التنظيم على الترويج لها بتواجد المذكور خارج البلاد بهدف التضليل، ووصفت صدى البلد محمود عزت بأنه المسؤول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخواني والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي ارتكبها التنظيم بالبلاد. إلى موقع عربي 21، تابع التطورات في الداخل الفلسطيني بعد عملية طعن نفذها فلسطيني أسفرت عن مقتل حاخام إسرائيلي. وبحسب عربي 21، اعتقلت القوات الإسرائيلية عددا من الفلسطينيين من مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، واقتحمت منزل منفذ عملية الطعن تمهيدا لهدمه. المزيد سنشاهد في هذا الفيديو. أما صحيفة الفاينانشال تايمز الأمريكية فنقلت عن محامي ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف قلقه المتزايد بشأن صحته بعد أشهر من اعتقاله بأمر من ولي العهد محمد بن سلمان. ونقلت الصحيفة عن الفريق القانوني الذي يمثل بن نايف وطلب عدم الكشف عن هويته أن عائلة بن نايف لم يسمح لها بزيارته منذ اعتقاله، وإنهم لا يعرفون مكان احتجازه، وإن كل المكالمات معه عبر الفيديو وقد تكون مراقبة برغم عدم توجيه أي تهم إليه. موقع العربي الجديد نشر مقالا تحت عنوان عودة مشبوهة لتنظيم القاعدة في اليمن واستئناف نشاطه بعد تواريه عن الأنظار. ذكر المقال أن عناصر التنظيم يتجهون لأداء دور أكبر خلال الفترة المقبلة في بلد مليء بالسلاح والفصائل المسلحة وسلطة الأمر الواقع،
وذلك بتوسيع خريطة نفوذهم في محافظات البيضاء، أبرز معاقلهم الرئيسية في اليمن. نبقى في اليمن، والمقال الذي نشرته فرانس 24 وتابعت فيه التطورات وقرار تعليق المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن للمشاركة في اتفاق الرياض الذي ترعاه المملكة العربية السعودية. وذكرت فرانس 24 أن المجلس أصدر بيانا رسميا بشأن القرار، موجها رسالة للسعودية راعية الاتفاق، شارحا أسباب التعليق. نتابع التفاصيل أكثر في هذا الفيديو. المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني أرجع قرار العزوف عن المشاركة في المشاورات لأسباب عدة، أبرزها تزايد وتيرة تصعيد العسكري من قبل القوات المحسوبة على حكومة عبد ربه منصور هادي المستقيل في محافظة أبيان. دوتش فيلا الألمانية نقلت في خبر لها إعلان رئيس الوزراء التونسي المكلف هشام المشيشي تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب في خطوة تهدف للنأي عن الصراعات السياسية وإنعاش الاقتصاد. وأكد المشيشي أن حكومته ستكون من شخصيات مستقلة، وبذلك تنتقل الكرة إلى البرلمان الذي سيعقد خلال أيام جلسة للتصويت على منح الثقة لهذه الحكومة. نعود إلى فرنسا 24 التي نقلت الحكم على برينتون تارانت الذي شن العام الماضي هجوما مسلحا على مسجدين في كريستشيرش، حيث حكمت المحكمة بالسجن المؤبد من دون الحق بالحصول على إفراج مشروط في عقوبة غير مسبوقة في تاريخ هذا البلد. سارعت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردين إلى الترحيب بالعقوبة، معتبرة أنه يستحق قضاء حياته خلف القضبان في صمت تام ومطلق. قناة الجزيرة عرضت فيديو يظهر فيه تصادم بين مركبات روسية وأمريكية في منطقة المالكية في سوريا، واعتراض قوة روسية لأخرى أمريكية حتى أجبرتها على الخروج من المنطقة. وقالت الجزيرة إن البيت الأبيض أعلن أن المواجهة أسفرت عن إصابة عسكريين أمريكيين بجروح. نتابع تفاصيل أكثر في هذا الفيديو من قناة الجزيرة. صحيفة واشنطن بوست نقلت قلق خبراء الصحة العامة من التغيير الذي قامت به مجموعة العمل المعنية بفيروس كورونا بالبيت الأبيض، وكانت المجموعة قد غيرت بشكل مفاجئ في إرشادات الاختبار الحكومية للأمريكيين المعرضين لكورونا. أما صحيفة لوس أنجلوس تايمز فنشرت تقريرا تحدثت فيه عن الفروق بين السياسة الخارجية للرئيس الرئيس ترامب التي تجسدت في خطة سلام فاشلة في الشرق الأوسط وإهانة الحلفاء والتقرب من الطغاة، في حين يعد المرشح الديمقراطي جو بايدن جو بايدن بتغيير أجندة السياسة الخارجية والتركيز على الانضباط والانسجام في محاولته لتفكيك إرث ترامب. بي بي سي عربي نقلت ما سمته بخرق بومبيو للأعراف الدبلوماسية عبر مخاطبته مؤتمر الحزب الجمهوري من القدس، ونقلت توقع محللين بأن تتصاعد نبرة الروحانيات خلال الشهرين القادمين نظرا لحاجة الأمريكيين إلى تعزيز هذا الجانب لديهم بعدما كانت وطأة وباء كوفيد-19 ثقيلة جدا عليهم وأدت إلى وفاة أكثر من 170 ألف شخص. ونبقى في الانتخابات الأمريكية، فسي إن إن تساءلت بخصوص إعادة انتخاب ترامب في الانتخابات الأمريكية المقبلة، وأضافت في فيديو لها أن ترامب هو أول رئيس أمريكي ينتخب دون سابق خبرة سياسية أو عسكرية، وإذا ما فاز فسوف يكون أيضا أول رئيس يحال للمساءلة ويعاد انتخابه لفترة ثانية في تاريخ الولايات المتحدة. If he wins, he would become the first impeached president in American history to be re-elected for a second term. أحداث الأسبوع انعكست على توجهات وتفاعلات رواد وسائل التواصل الاجتماعي. كيف رصدنا آرائهم؟ ستطلعنا أكثر الزميلة إيمان. تفضلي.
نعم أحلام، تنوعت المواضيع هذا الأسبوع على منصات التواصل الاجتماعي، وبدايتنا من قرار القضاء النيوزيلندي الذي أصدر حكما بالسجن المؤبد دون السماح بإطلاق السراح المشروط في حكم لم يصدر على أحد من قبل في البلاد ضد الإرهابي اليميني برينتون تارنت منفذ هجوم إطلاق النار على مسجدين في البلاد الذي راح ضحيته 51 شخصا العام الماضي. صحيفة الشرق الأوسط غردت عن ترحيب رئيسة الوزراء النيوزيلندية بالعقوبة، معتبرة أن مرتكب الجريمة يستحق قضاء حياته خلف القضبان في صمت تام ومطلق. كما نقلت الصحيفة عن القاضي أن المحكمة قررت فرض هذه العقوبة على هذا المدان الشرير واللا إنساني لأنه يتعين عليها الرد بطريقة ترفض بشكل حاسم مثل هذا الحقد الشرير. كما قال CNN بالعربية، تحدثت عن أن الحكم لم يصدر على أحد من قبل في البلاد، ونقلت أنه حكم تاريخي ضد منفذ هجوم المسجدين في نيوزيلندا. أما قناة العربية الحدث فغردت بفيديو عن شهادة ناجية عراقية فقدت ابنها في مجزرة المسجدين بنيوزيلندا في جلسة المواجهة مع السفاح بالمحكمة. أنا لا أكره أحدا ولا أبحث عن الانتقام، سامحتك. I don't have revenge. And in our Muslim faith, we say العفو عند المقدرة. وإلى انتخابات مجلس الشيوخ المستحدث في مصر الذي جرى إقراره بموجب تعديل دستوري قبل أكثر من عام، التي جرت على مدار يومين وشهدت إقبالا ضعيفا. بي بي سي عربي نشرت الخبر تحت عنوان مصر تحيل 54 مليون مواطن امتنعوا عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ على النيابة العامة. أما في فرنسا 24 فطرحت تساؤلا عن مدى جدية التهديد بالعقوبة على المتخلفين عن التصويت، موضحة أن هذا التهديد ليس أمرا جديدا، فلطالما سبقه تحذيرات قبل وبعد أي انتخابات بتطبيق غرامات على من يتقاعس عن الإدلاء بصوته. حساب شبكة رصد نشر فيديو تحت عنوان الصوت بمئة جنيه واللي عندك اعمله. مندوب حزب مستقبل وطن يتحدى الكاميرات بشراء الأصوات أمام اللجان في اليوم الثاني للانتخابات. وريني بقى الحزب عشان ده بس مباشر ده بس مباشر. 50 جنيه الصوت يا جدعان. 100 جنيه. إلى لبنان الذي ما زال يعاني أثار انفجار مرفأ بيروت في وقت تتفاقم فيه أزماته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتتصاعد فيه وتيرة الاحتجاجات. فرنسا 24 تحدثت عن سقوط قتيلين وعدة جرحى جراء اشتباكات شهدتها منطقة خلدة جنوب بيروت، فيما أشارت وسائل الإعلام المحلية في لبنان إلى أن الإشكال وقع بين شبان عرب خلدة ومجموعة من أنصار حزب الله على خلفية تعليق لافتات عشوائية. الميادين نشرت عقب ذلك خبرا عاجلا أكدت فيه عودة الهدوء إلى منطقة خلدة بعد اشتباكات استمرت أكثر من ساعتين. الأمم المتحدة نشرت أيضا رسما إيضاحيا تحدثت فيه عن أثار الانفجارين على الحياة الثقافية في البلاد، حيث دمر متاحف ومعارض فنية. ووفقا للتقييم الأولي فإن ثمة حاجة إلى 300 مليون دولار أمريكي على الأقل لإعادة إعمار هذا التراث. هذا كان أبرز ما جاء على منصات التواصل الاجتماعي، وإلى حدث الأسبوع معك أحلام. شكرا لك إيمان. حصاد جولة وزير الخارجية الأمريكي في المنطقة العربية من عناوين الإعلام وتقاريره. البداية من فرانس 24 التي أعدت تقريرا عن جولة وزير الخارجية الأمريكي ماي بومبيو الشرق أوسطية التي استهلها من إسرائيل. وتابعت فرانس أن بومبيو أثار خلال الجولة مسألة تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل والعلاقات مع إيران ومقاتلات F-35 الأمريكية التي تسعى الإمارات للحصول عليها. ملفات عديدة في أجندة البلدين ستطرح خلال لقاء بومبيو برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول مسألة تعميق العلاقات بين إسرائيل وبقية دول الشرق الأوسط. أما
موقع ميدل إيست آي البريطاني فنشر تقريرا خاصا كشف فيه ديفيد هيرست عن انسحاب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن زيارة لواشنطن لإجراء لقاء علني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي. وبحسب الموقع فإن بن سلمان تراجع بعد علمه بتسرب خبر الزيارة إلى وسائل الإعلام. الأخبار اللبنانية أعدت ملفا تحت عنوان هرولة إلى التطبيع، ضم عدة مقالات رأي وتحليل ناقشت تداعيات إعلان الإمارات التطبيع الكامل مع إسرائيل وما سماه الملف بالهرولة العربية إلى التطبيع والمشي في طريق الإمارات بالتزامن مع الزيارات التي يقوم بها مايك بومبيو إلى دول عربية. تلفزيون الغد أعد تقريراً عن زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للعاصمة السودانية الخرطوم، وهي أول زيارة لمسؤول أمريكي رفيع منذ سقوط حكم البشير. وتابع التقرير أن أهم الملفات التي حملها بومبيو إلى الخرطوم هي ملف التطبيع بين السودان وإسرائيل، وطرح التقرير تساؤلاً عن إمكانية قبول السودان بذلك. نتابع. مدلولات الزيارة تعني أن ملف التطبيع بين الخرطوم وتل أبيب هو الملف الأهم في حقيبة بومبيو. العرب الجديد أجابت على السؤال ونشرت خبرا عن الرد السوداني على بومبيو بأن السودان بحكومته الحالية لا يملك تفويضا للاستجابة لطلب واشنطن تطبيع العلاقات بين الخرطوم وتل أبيب. وتابعت العرب الجديد أن السودان طلب من بومبيو الفصل بين رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ومسألة التطبيع. القدس العربي نقلت رفض القيادة الفلسطينية استقبال بومبيو في رام الله لتسليم دعوة أمريكية لحضور مؤتمر إقليمي للسلام واعتبرته شخصا غير مرحب به. وتابعت القدس العربي أنه بالتوازي مع رفض استقبال بومبيو استقبل الرئيس محمود عباس وزير خارجية بريطانيا، وفي اللقاء أعلن عباس استعداد الفلسطينيين الذهاب لمفاوضات تحت رعاية الرباعية الدولية، داعيا بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة. صحيفة الشفق وفي نسختها العربية أبرزت خبرا عن محاولة القيادة المفصول من حركة فتح الفلسطينية محمد دحلان إقناع القيادة السودانية بالتطبيع مع إسرائيل. هذا الخبر نسبته يني الشفق إلى فضائية كان الرسمية العبرية التي أكدت أن دحلان على اتصال وثيق بالقيادة السودانية وحاول إقناعهم بالمضي قدما في التطبيع مع تل أبيب. قناة سكاي نيوز عربية التي تتخذ عاصمة الإمارات مقرا لها تابعت باهتمام جولة بومبيو في المنطقة التي قادته إلى أبوظبي، واهتمت القناة أكثر بتصريحات بومبيو مع اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل. لنتابع. المسؤول الأمريكي أمل بالبناء على هذه المعاهدة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. هكذا تعاملت وسائل الإعلام مع حدث الأسبوع، لكن كيف تفاعلت منصات التواصل الاجتماعي؟ نعود مجددا إلى الزميلة إيمان لتطلعنا أكثر، تفضلي. نعم، أحلام حدث الأسبوع انقسم على منصات التواصل بين الاعتراض على موجة التطبيع والتوتر شرق المتوسط. البداية بتغريدة الأمير علي بن الحسين بن الملك حسين وشقيق العاهل الأردني التي أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل، وشارك فيها مقالا ينتقد فيه العلاقات الإماراتية الإسرائيلية. بي بي سي عربي نشرت موضوعا أوردت فيه أن تغريدة الأمير كانت مرفقة بصورة تظهر ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد مرسوم عليها حذاء، وكتب تحتها كلمات خائن وتطبيع خيانة. التغريدة حذفت لاحقا بعد موجة كبيرة من الانتقادات التي تعرض لها الأمير، حيث شن مغردون على الأمير علي بن الحسين هجوما واسعا واجهه واسم الأمير علي يمثلني. موقع العربية الجديد تحدث عن تضامن الشعب الأردني مع الأمير علي بعد الهجوم الذي شنه عليه المغردون بسبب المقال الذي كتبه مؤرخ إسرائيلي تحت عنوان الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي إنجاز أم خيانة؟ وشدد كاتبه على أن الادعاء بأن الإمارات العربية المتحدة عقدت اتفاق سلام مع إسرائيل لمساعدة الفلسطينيين في تحقيق أهدافهم هو اتفاق واضح أو نفاق واضح وسخيف وغير منطقي على مستويات عدة على حد قوله.
وعن موضوع الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، نشرت قناة الميادين تقريرا لدينيس روس المستشار في معهد واشنطن يتحدث فيه عن أن الإمارات هي التي عرضت على إسرائيل إقامة سلام رسمي، معتقدة أن ذلك سيتيح لها الوصول إلى الأسلحة الأمريكية التي كانت محظورة عليها سابقا. يقول الإمارات تواصلت مع إدارة ترامب وعرضت إقامة سلام رسمي مع إسرائيل مقابل إحجام الأخيرة عن عملية الضم. وفي الوقت نفسه كما أوضح لي مسؤولون، فهمت الإمارات من المحادثات مع الإدارة الأمريكية أن السلام الرسمي سيتيح لها الوصول إلى الأسلحة الأمريكية التي كانت محظورة عليها سابقا مثل الطائرات المتطورة من دون طيار. الأوضاع شرق المتوسط جذبت الأنظار بتطورات متتالية. البداية من موقع يورونيوز عربي الذي نشر تحذيرات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لليونان من ارتكاب أي خطأ يؤدي إلى خرابها، مؤكدا في السياق ذاته أن أنقرة لن تقدم أي تنازل في شرق المتوسط. جريدة النهار الكويتية غردت تحت عنوان الرئيس الأمريكي لرئيسي تركيا واليونان، الحوار هو الحل الوحيد للخلاف في شرق المتوسط. جاء ذلك عقب اتصالين منفصلين أجراهما مع الرئيسين التركي واليوناني، وأعرب خلالهما عن قلقه إزاء التوترات في شرق البحر المتوسط. الجزيرة مباشر في تناولها للموضوع غردت بتصريحات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي دعت إلى الحد من التصعيد بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي ووقف المناورات البحرية في شرق المتوسط لفسح المجال أمام بدء محادثات بين اليونان وتركيا. ننتهز هذه الفرصة وأشكركم على إتاحتها لإجراء محادثات بشأن التوترات في شرق البحر الأبيض المتوسط. نشعر بقلق بالغ بشأنها لأنها تحدث بين شريكي الناتو. أحلام، هذا كل ما لدينا في حدث الأسبوع، إليك. شكرا لك إيمان. أكاذيب تروج في منصات التواصل الاجتماعي عن اكتشاف حقل غاز في مصر. التفاصيل في أصل الخبر. كثيرة هي الشائعات التي يتداولها بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، وبعضها دوافعه سياسية بحتة في ظل الصراعات المختلفة في المنطقة. على سبيل المثال، تداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن مصر اكتشفت حقلا جديدا للغاز الطبيعي يقدر الاحتياطي فيه بحوالي 200 تريليون قدم مكعب، ويقع هذا الحقل قبالة سواحل مصر على البحر المتوسط. ورددت حسابات مصرية على فيسبوك الشائعة نفسها وبشرت بتوالي المنح الإلهية على مصر. الشائعة جرى تداولها مرات عدة لكن من دون أي إشارة إلى مصدر رسمي. منصة مسبار للتحقق من صحة الأخبار أكدت أن الشائعة غير صحيحة، إذ لم يصدر أي تصريح رسمي عن اكتشاف حقل غاز جديد باحتياطي 200 تريليون قدم مكعب. وتابعت منصة مسبار أن آخر اكتشاف للغاز في مصر كان حقل بشروش في منطقة دلتا النيل، ويقدر الاحتياطي فيه بحوالي 250 مليار قدم مكعب، وكان ذلك في يوليو الماضي. نموذج آخر هنا، فعلى إثر عمليات الاغتيال التي طالت نشطاء معارضين في البصرة جنوبي العراق ومنهم ريهام يعقوب، تداول مستخدمو لمواقع التواصل خبرا عن إقالة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لمحافظ البصرة أسعد العيداني، وتداوله مئات من مستخدمي تويتر وفيسبوك بصيغ مختلفة. وبعض هؤلاء توخى الحذر ونسب الخبر المتداول أو بالأحرى الشائعة إلى مصادر رجحت صدور قرار بإقالة محافظ البصرة العيداني بأمر من رئيس الوزراء الكاظمي وأعيد تغريدها عشرات المرات. وفي السياق وجه رئيس الوزراء اللوم إلى قادة في الأجهزة الأمنية في 23 من أغسطس الجاري، وقال إنه من غير المقبول التهاون والخطأ، والقائد الذي يفشل يتحمل فشله ولن يبقى في مكانه. من هذه اللحظة غير مقبول، هناك تهاون أو خطأ. لكن خبر إقالة المحافظ ليس صحيحا حتى تاريخه، ولم يصدر أي إعلان رسمي بهذا الشأن في العراق بحسب صحفيي مكتب وكالة فرانس بريس في بغداد. أكثر من ذلك أن المكتب الإعلامي في محافظة البصرة نفى هذا الخبر، وفي الفيديو التالي يمكن مشاهدة المحافظ إلى جانب رئيس الوزراء أثناء زيارة البصرة.
بزيارة مفاجئة لرئيس الوزراء إلى محافظة البصرة ليلة أمس، والتي جاءت لتفقد الوضع الأمني التي شهدتها المحافظة في الآونة الأخيرة. سألناكم مشاهدينا، هل تنجح مساعي واشنطن في ضم دول جديدة إلى زمرة المطبعين؟ أم أن الرفض الشعبي يمكن أن يفشل تلك الجهود؟ وكانت أولى إجاباتكم من عثمان، كتب أن التطبيع مفروض على الحكام ولكن الشعوب لن تطبع. أما المتابع زكريا خالد فكانت وجهة نظره أن بعض الشعوب ستميل مع ميل حكامها وتقبل بالتطبيع. مشاهدنا أحمد قال إنه في ظل وجود حكام خونة وعملاء فكل شيء مباح، معللا بأن ذلك يتم رغم أنف الشعوب العربية المقهورة. أما أحمد كاظم فعلق بأنه لا قيمة للرفض الشعبي وأن الآراء الشعبية عموما ليس لها أي قيمة، فالمهم هو آراء الأنظمة الأمنية. وصلنا معكم لنهاية الحلقة لهذا الأسبوع، استمروا في التفاعل معنا على صفحة تي آر تي عربي، ولا تنسوا بأن رأيكم هو المحور وتفاعلكم يصنع الخبر، وفي حديث الميديا منصة مفتوحة لآرائكم دائما. دمتم بخير وإلى اللقاء.